أهلا بكم. يحتل الشباب عموما والرياضيين خصوصا مكانة خاصة في قلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث نمت هذه العلاقة عندما كان أميرا للرياض، حيث كان شاهدا على بداية الحياة الرياضية في العاصمة حتى بلغت أوج مجدها في هذا العصر. وكان الرجل الحاضر في كل المناسبات الرياضية التي تحتضنها العاصمة الرياض، وفي مناسبات عدة كان ينوب عن إخوته الملوك في رعاية هذه المناسبات الرياضية المختلفة بين عامي 1954 و2015. أولى الملك سلمان سباقات الخيل اهتماما كبيرا، فكان من المؤسسين لنادي الفروسية بالرياض ليكون المظلة التي تقف تحتها الخيل، وكان عضوا في مجلس إدارته حتى تولى مقاليد الحكم. ولم يغب الملك سلمان يوما واحدا عن مناسبات الفروسية الكبرى، بل كان الممثل الدائم لإخوته الملوك وولاة العهد، وعاش مراحل تطوير النادي المختلفة، وأيضا عاش مراحل تطوير لجانه وسباقاته، حيث عمل فترة من الزمن كرئيسا للجنة السباق والتحكيم. سمو الأمير بمناسبة افتتاح نادي الفروسية لموسمه الجديد، وباعتبار سموكم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التحكيم، نود نعرف شعوركم في هذه المناسبة. الواقع شعور الاعتزاز والرضا أولا للمواطنين الكرام الذين حضروا بداية هذا الموسم، ثانيا شعور رضا والاحترام أيضا لما بذله سمو الأمير عبد الله رئيس النادي في تطوير جميع المرافق بهذا النادي. ولا شك أنني كعضو مجلس إدارة ومؤسسة هذا النادي أشعر بالرضا والاعتزاز أن هذه الرياضة بدأت تأخذ دورها المطلوب، وبدأت تنتشر أو على الأصح تجذب الكثير من المواطنين. في أول مناسبة على كأس خادم الحرمين الشريفين في عهده، أطلق على تلك النسخة كأس عبد الله بن عبد العزيز، وفي تلك المناسبة تم الإعلان عن تبرعه بمبلغ 25 مليون ريال دعما سنويا لنادي الفروسية. وكان اهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز قد أوصل الفروسية السعودية إلى العالمية من خلال كأس السعودية العالمي.